اول يوم لي انا في إناكتس كان اسمها سايف قبل ما يبقى اسمها إناكتس. كنت ماشيه وقعدوا يقولوا لنا في سايف في سايف في سايف، قلت لهم لا مش عايزه، وقدموا لي ابلكيشن غصب عني، وكانت احلى حاجه حصلت لي غصب عني. اول يوم لي في إناكتس كان في جنرال ميتنج، كنت جاي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، كنتش عارف يعني ايه بزنس، يعني ايه انتربرينورشيب، يعني ايه اكون بدرس بروجكت وساتسفايز نيدز بتاعت ناس واعمل امبلمنتيشن للبروجكت بلاننج. اول يوم ليا كان في بروجكت المنصوريه في 2012. كان في دماغي ان الناس بتوع سايف دول اللي هو ايه شويه عيال فرافير بيقعدوا يهزروا مع الناس، بيقعدوا يهزروا وبتاع ما بيعملوش اي حاجه في الدنيا، خاصه انا كنت بشوفهم في الجامعه كتير قوي. بس بعد كده لما نزلت المنصوريه ولقيت ان في شغل وبننزل في اماكن فعلا محتاجه وبنعمل بروجكت وبنسيب اثر في حياه الناس، فابتديت احب المكان ده وابتديت اكمل يعني. ده كان اول يوم ليا. عجبتني جدا الصوره، حسيت ان الموضوع لا يعني اتس كومبيتيشن، يعني برده كان في انثر عادي بتعمل الكوميونتي. دخلت على الويب سايت وقريت اكتر، عجبني ايه هي سايف. برضو كان احد المستضيفات الحلوه جدا بالنسبه لي ان انا كان عملت الانترفيو، وبعديها بحوالي 3 اسابيع جات لي مكالمه قالوا لي يور اكسبتد، كان يوم عيد الام، فكان بالنسبه لي مناسبه حلوه جدا جدا. إناكتس فرقت في حياتي، علمتني ازاي اتعامل مع جروب، لان انا على طول يعني ما بحب اعمل شغل بحب اعمله لوحدي، ما بحبش حد يتدخل في شغلي، ما بحبش حد يعدل، بس علمتني ازاي اتناقش والشغل نعمله سوا. إناكتس فرقت معايا كتير قوي. إناكتس علمتني حاجات كتير جدا في حياتي، منها ان انا ممكن اتكلم مع اي حد وما بقتش اخاف اتكلم قدام الناس، ممكن اتكلم قدام اي حد. وعلمتني presentation skills تحفة، علمتني ازاي اشتغل في تيم وورك، ودي كانت حاجة ناقصة من عندي جدا. علمتني حاجات كتير مفيهاش تتقال في فيديو واحد. انا زي نيرفانا بالظبط. وعلمتني ان انا يبقى ليا هدف واحس ان انا ممكن انجح في حاجه، وبحب حاجه قوي واديها كل حاجه عندي علشان تنجح. تعلمت ان انا اعرف ناس كتير واحبهم، واحس ان احنا يعني وان فاميلي كده، لمجرد اننا في مكان واحد. يعني ممكن ابقى اول مره اشوف حد او لسه حد ممبر جديد، بس حاسه ان انا اعرفه من زمان وهدفنا واحد. انا والله العظيم كان الناس تقعد تقول لي، يعني انا كان في تحدي ما بيني وما بين صحابي اللي هم بره الجامعه، يا ابني انت بتضيع وقتك، يا ابني ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، ملهاش لازمه، ما تاخد كورس احسن. انا اكتشفت ان انت يعني بتستفيد بتكنيكال اكسبيرينس احسن ما تاخد كورس. بمعنى ايه؟ لو انت مثلا في تيم البروجكت، انت بتاخد تكنيكال اكسبيرينس ان انت بتنفذ مشروع احسن ما تاخد كورس قاعد في مكتب او قاعد في روم وبتاخد معلومات اكاديميك. إناكتس فرقت معايا ان انا تحولت من ان انا كان كل طموحي ابقى امبلوي في شركه كبيره مالتي ناشونال لين دلوقتي بقيت بزنس اونر. لو هنتكلم على نفس زي غيرت البرسوناليتي بتاعتي، صراحة في تغيير كبير جدا من كل حاجه، كونفليكت مانجمنت، الديتيرمينيشن في الشغل بتاعك طبعا، الاكسبيرينس. انا كان عندي بس مجال واحد، كنت بشتغل بس فاندريزنج، لا بقيت فاندريزنج برزنتيشن بروجكت مانجمنت، بقيت شغاله حاجات كتيره جدا. هي فكره في إناكتس، عارف انت بعيدا عن الحاجات التكنيكالز اللي بتتعلمها والكلام ده كله، بس فيها ميزه كده غريبه. انا دلوقتي اتخرجت وكده، فبقى حاسس ان انا بقى عندي حاجات كتير قوي ممكن احكيها لحد لما كنت في الجامعه، يعني عارف عملنا شويه ميموريز كده جميله، لما اتخرجنا ممكن نحكيها للناس، والنيو ممبرز ان شاء الله لما يخش معانا هنحكيها لهم وهم هيعملوا ميموريز، فحس ان انت بيبقى عندك هيستوري لنفسك. يعني صراحه هي تجربه للحياه مفيده جدا، حطتكم على المستوى العملي والمستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي، هتفتح مداركوا حاجات كتيره جدا، اي ثينك حتى تخليكم انكم قادرين انكم تخشوا سوق العمل الدولي كمان مش المحلي لوحده. لا فيها افاده كبيره جدا، وهتلاقوا فيها اقوى نتورك من الفرنشيبس في الـ برضه في البيزنس وورك، هتلاقوا في كل حاجه انتم محتاجينها. ففعلا انا بنصحكم كلكم انكم تخشوا إناكتس. اقول الممبرز الجداد، انت لما تخش إناكتس نضاره فين؟ ما تقلقش خالص، إناكتس هتعلم فيها كل حاجه، هتعرف ناس كويسه جدا، هتفيدك في شغلك في حياتك، هتفيدك في كل في تعاملك مع الناس، هتحس انك اتعلمت حاجه جديده. اوعى تسمع لاي حد بره يقعد يقول لك ملهاش لازمه، ما فكك من الهبل ده انت بتضيع وقتك. اي شغل تقدم فيه ف
فعلا اهم تايتل كان كنت بحب اقوله واحب ابرزه جدا بروجكت مانجر انكتس بلان يونيفرسيتي. ممكن اول ما تدخلوا تبقوا مش عارفين الدنيا فيها ايه، وممكن اصلا تبقوا داخلين مش عارفين انتوا داخلين فين ولا بتعملوا ايه، بس بجد هتحبوا المكان قوي وهتعرفوا ناس كويسه جدا وهتتعلموا حاجات كتير قوي وشخصيتكم هتتغير كتير.